هنا حصلت النهارده في البحيره قصه، يعني 7 افراد من عيله واحده ماتوا محروقين، وده بعد ما الاهالي في عزبه علي شيخ اكتشفوا مصرع العيله كلها. وطبعا تحريات المباحث والمعاينه الاوليه للواقعه كشفت ان اللي حصل هو جريمه قتل حصلت بالطعن والحرق مع بعض. كشفت كمان وجود طعنات عباره عن جروح قطعيه في الرقبه واماكن متفرقه بالجسم، وده طبعا بالاضافه لوجود حرق في الجثث. النيابة طبعا بتواصل تحقيقاتها والمباحث بتكثف جهودها للوصول للجناه طبعا اللي عملوا الحادثة دي او اللي عملوا الجريمة دي. معانا التفاصيل اكتر على هذه الواقعة استاذ ايمن الصحفي. مساء النور استاذ ايمن. مساء الخير استاذ ياسمين. اهلا بحضرتك، يعني موجود في البحيرة في قلب الحدث، عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الجريمة دي ومصرع ال7 افراد للعائلة دي. النهاردة يعني محافظة البحيرة سيقظت النهاردة على حادثة أو كارثة بمعنى الكلمة. النهاردة في 7 أفراد من عائلة واحدة في عزبة شيخ علي التابعة لمركز كفر دوار. النهاردة كان الحادث النهاردة في وضوء الأهالي بوجود 7 جسامين في منزل. المنزل ده كان محروق فيه حريقة. النهارده يعني ايه كانت الكارثه بكل المقاييس. على الفور انتقلت الاجهزه الامنيه والقيادات وتم فرض كردون امني، وتمكن الاهالي بمساعده الحمايه المدنيه من اخماد الحريق، وانتقلت النيابه العامه لموقع الحادث وتم اخراج الجسامين ونقلهم لمشرحه المستشفى العام بمدينه دمنهور. في يعني انا عارفه ان النيابه بتباشر تحقيقاتها ولسه التحقيقات يعني ما خرجتش حاجه رسميه، ولكن هل من حد مشتبه فيه ان هم اتقتلوا بعدين اتحرقوا؟ يعني احنا منذ قليل اكد لنا يعني اقارب المجني عليه اللي هو المجني عليهم، وخاصه ابن شقيق المجني عليه اللي هو رب الاسره اللي هو حسني، قال انه ده بيعمل مبيض محاره. النهارده امبارح كان في جلسه وكان قاعد معاهم في سهره ليليه مع في منزل شقيقي. يعني غادر للمنزل ان هو كان النهارده المفترض ان هو يبقى يسافر السويس، محافظه السويس للعمل هناك. وترك ابنائه اللي هم الـ4 ووالدتهم، وكان حتى والدته اللي هي توفت بالحادث كانت موجوده بقالها فتره وبقالها اسبوع تقريبا عند شقيقه في المنزل. يعني النهارده اول ليله النهارده لها كانت موجوده. يعني مين المشتبه فيه استاذ ايمن؟ هو حتى الان الناس بيقولوا الشهود العيان والجيران بيقولوا مفيش يعني خلافات ولا في خصومات، مفيش حد معين مشتبه فيه حتى الان.